بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده على موعد مع محاضرة بستايل مختلف، لانها محاضرة بتعتبر من الحاجات الهامة جدا، لانها في regulation of the cellular structures اسمها autophagy. النهارده مش هتكلم عن الاوتوفاجي بشكل عام، لكن هتكلم بعلاقته مع الايجنج immune system. المحاضرة دي انا قلتها خلال فعاليات المؤتمر الثاني للجمعية المصرية لزراعة الأعضاء. طبعا بشكر كل اللجنة المنظمة على هذا المؤتمر. I try today ان انا هعمل introduction للموضوع، وبعدين هتكلم على types of autophagy والcross talks مع different regulatory regulations in the cells، وبعدين لما يحصل dysfunction autophagy system هل هيبقى له consequences، ولو له ايه هي consequences ديت. وبعدين هتكلم على علاقة الاوتوفاجي بالسينيسنس of immune cells and immunity والايجنج، الاوتوفاجي اند اماتور سيستم والمامليان تارجت فرعوميسين هل له دور وهنشرحه بالتفصيل، والاوتوفاجي مع ترانسبلانتيشن، وهنهيها هاو ذس سيستم از ريجوليتد من ناحيه المولكيولار ستراكشرز. طبعا انا عملت سيرش على كل ما نشر في 2014 و2015 عن الاوتوفاجي سيستم وعلاقته بالاميون الاوتوفاجي اند اميون سيستم، ولقيت اكتر من 255 مقاله. هنحاول ناخد العصاره بتاعتهم خلال هذا البرزنتيشن. الاوتوفاجي موضوع هام جدا، بدليل ان انا عندي جورنال اهوت اسمه اوتوفاجي. الجورنال ده حضراتكم استغربوا من الامباكت فاكتور بتاعه 11.7، لان ده ان ذا ديبس اوف ذا ساينس. مصطلح اوتوفاجي بيرجع الفضل اللي مسماه او انفنتد باي ذس ساينتست كريستيان دي دوف، وده راجل بلجيكي، وده عاش من اكتوبر سنه 17 لمايو 2013، وخد جائزة نوبل في الطب والفسيولوجي سنه 74 على اعماله العلميه العظيمه في السيلولر ريجوليشن، وهو بمشاركه مع اثنين اخرين من العلماء. تعالوا نشوف الاوتوفاجي. الاوتوفاجي بتقسم الى انواع. النوع الاولاني الماكرو اوتوفاجي، وده الماكرو اوتوفاجي ده للتسهيل هتلاقوه مكتوب تحت اسم اوتوفاجي، لكن هو بيمر بمراحل. في عندي استيميوليشن، وفي الاستيميوليشن فيز لازم ما ننساش البي كلين 1، يبقى في بعض المولكيولار ستراكشرز هتبقى هامه جدا لانها هتبقى استيميوليتنج، يبقى المولكيولين 1 البي كلين 1. وما ننساش الاي تي جي. الاي تي جي ده مش انسلم سايجلوبلين، الاي تي جي ده معناها جينز، الاوتوفاجي جينز. واحنا عندنا في الماميليان اكتر من 30 جين كنترولينج الاوتوفاجي سيستم، ويبقى اكتيفيتد هذه الجينز خلاص بيبقى عندي، يبدا القصه بقى. يبدا عندي الاستراكشر ده، الاستراكشر ده يكبر اللي هو الدبل ميمبرين ده، او الميمبرين بيكبر يحوط الاورجانيلز اللي السيلز عاوز تخلص منها، يقفل عليها، يبقى بالتالي اسمه اوتوفاجوزوم. هنا يظهر لي في القصه ستراكشر تاني اسمه LT3، وده ريليتد لايت شين بروتين، وده بيجي لما يبقى عندي فيزيكال تقريبا موجوده، يبقى ده هام جدا ويعتبر ماركر. حتى من ندرس بالمولكيولر ستاديز بندور على LT3. يبقى لغايه الوقت انا قلت الاوتوفاجي جينز، البيكلين 1، وقلت LT3. الاوتوفاجوزوم ده ما هيتكون، اللي هو عباره عن الممبرين الدبل لاير اللي حوط الاورجانيل، هيتحد مع اللايزوزوم، لان ده الكي سيستم في الاوتوفاجي اللي بيخلص على الاورجانيلز. فبالتالي يحصل فيوجن ما بين اوتوفاجوزوم واللايزوزوم، وبالتالي نخلص من القصه دي، حصل هيدروليس ونخلص. يبقى ده الاوتوفاجي او الماكرو اوتوفاجي. يعني طبعا هنا في ريجوليتورز كتيره جدا، انا مش هقدر اشرح كل ديت دلوقتي، لكن هناخدهم خطوه خطوه. يبقى تاني الى المراجعه فقط، الماكرو اوتوفاجي بيبدا بتكوين الفاجو فور اللي هو الدبل لاير ده، يتكون ويكبر ويعمل لاير ويتحد مع اللايزوزوم علشان يعمل اللايزوم يعمل الشغل بتاعه، يعمل هيدروليسيس، وبالتالي السيلز تخلص من هذه الاورجانيلز اللي مش مظبوطه. يبقى ده البروسيس بتمشي بكده، يبقى اسمه ماكرو اوتوفاجي. طب ايه انواع النوعين التانيين؟ النوع التاني نوع اسمه مايكرو اوتوفاجي. مايكرو اوتوفاجي ما بيمرش بالسيستم اللي في المايكرو اوتوفاجي، لا ده اللايزوم نفسه بيعمل انفاجينيشنز لبعض الحاجات اللي موجوده في السيل، يبقى ده دايركت انفاجينيشن، وياخدها ويبدا يعمل لها الهيدروليسيس.
وعندي التالت حاجه اللي هي شابرون ميديتد اوتوفاجي. هنا الحاجات اللي السيلز عاوزه تخلص منها بتعمل الهيتشوك بروتينز، فبالتالي ده اهوت يمس هذا الكلام الاستراكشر يروح للايزوزوم. يبقى ده التلات انواع اللي فيهم الاوتوفاجي سيستم، اجين ماكرو مايكرو ان شبرون ميديتد اوتوفاجي. الرسمه دي بتوري لحضراتكم ان القصه از نوت سمبل بروسيس، وان في اذر سيستمز موجوده في السيلز زي الانفلاميشن وخلافه ماشينري، لكن علاقه الاوتوفاجي اهوت بيعمل انهبيشن لهذا الاستراكشر اللي هو بنسميه الانفلاموزوم، فبالتالي بيعمل انهبيشن الانفلاميشن، وده احد الامبورتنت فانكشنز. يبقى ده بيعمل لي سيلف ايتنج للاورجانيلز وزود هايت انفلاميشن، وده شيء مهم جدا بيميز الاوتوفاجي عن الاذر سيستمز. ومن هنا بتيجي علاقة الابوبتوزيس اللي هو الديث سيلف ديث او سيل ديث مع الاوتوفاجي. الاوتوفاجي ده انهبيتور للديث لانه هو برو سيرفايفل، اذا كان ماشي بالبروبر والابروبريت فوليوم من الاوتوفاجي. لكن لو حصل له يبقى اذا هو في المقام الرفيع انهبيتور للابوبتوزيس، ولما بيحصل فيه بعض التشينجز ممكن يبقى بروموتور للابوبتوزيس. طب امتى يبقى انهبيتور وامتى يبقى بروموتور؟ اكوردنج للمايكرو انفايرمنت، وهناك بالانس ما بين كل هذه السيستمز. طيب بما ان احنا اتكلمنا على الابوبتوزيس، هل هناك فرق ما بين الاوتوفاجي اند ابوبتوزيس؟ تعال نبص للسلايد دي. انا هنا في عندي مورفولوجيكال فيتشرز بتفرق ما بين الاثنين، وعندي انتر اكتنج مولكيولز المميزه للاثنين، وعندي كي ريجوليتورز. تعال نبص على ده. هنا الخليه كلها في الابوبتوسيس هيبقى في سيل شرينكج، هيبقى في كروماتين كوندنسيشن، هيبقى في بلازما ممبرين بلابنج، بريزيرف انتجريتي، نيوكلر كومباكشن اند فراجمنتيشن فورميشن اوف ابوبتوتيك بوديز. وده الميكانيزم في ابوبتوسيس. هنيجي على هنا على الاوتوفاجي، ماينور تشينج تو كروماتين بلازما ممبرين رابشر، ماينور تشينج تو نيوكلس. يبقى هنا وهنا في عندي بستخدم الاوتو فاجوزوم والاوتو لايزوزوم. يبقى ده المين ستراكشر لل او المورفولوجيكال ابييرنس. طب هنا الانتراكتنج زي ما قلنا، هنا عندي بيكلين 1 وعندي جينز، انا عندي على الجانب الاخر بي سي ال وعندي كاسبيسز. يبقى ده الانتراكتنج مولكيولز، يبقى لازم نبقى عارفين. على الملوكلر هنا تي ان اف كاسبيسز بي سي ال 2 بروتينز، وفي الاوتوفاجي هيبقى عندي ال 3. ما ننساش ال 3 ده مهم جدا جدا جدا. طيب يبقى ده بعض الحاجات. لو جينا نبص الابلكيشن اوف اوتوفاجي على احد الاورجانيلز زي الميتوكوندريا، تاخدت اهي اتسحبت بالكارجو سيستم على بدايه الايه الكلام اللي احنا قلناه، يبقى يحصل اوتوفاجي لهذه الميتوكوندريا وتبقى خلصت دورتها في امان، لان الميتوكوندريا من الحاجات اللي فيها اسرار عظيمه جدا. طيب لو حصل اوتوفاجي للميتوكوندريا بنسميها ميتوفاجي، يبقى ده الميتوفاجي سيستم. الاوتوفاجيك سيستم هام جدا. يعني لو جينا نبص على البلوريبوتنت ستيم سيلز، السيليا بتاعتها كنترول باي اوتوفاجي، يبقى الاوتوفاجي موجود في كل مكان. طيب لو حصل ديس فانكشن، المفروض الاوتوفاجي احنا قلنا انتي ايجينج انرجي برودكشنز، اليمينيت بروتين اجريجيتس، اليمينيت الميتوكوندريا، اليمينيشن اوف بكتيريا بيساعد. فاذا عمل اليمينيشن للبكتيريا اسمه زينوفاجي. طيب لو حصل فيلير الاوتوفاجي، ده ممكن يبقى الكونسيكونسز بتاعته سيل ديث، نيورو ديجنريتيف ديزيزز، ايجينج، باركنسونيزم، كرونيك انفلاميشن. يبقى اذا الاوتوفاجي في البروبر فوليوم بروبر سايز ات از هيلفول فريند، لكن لما بيحصل له ديسربشن وديسفانكشنال بيبقى حاجه محاطه بمشاكل. نفس الكلام الميتوفاجي، تعالوا نبص حضراتكم كده، لما بيحصل خلل في الميتوفاجي هتلاقي برضه ديزيزز، الاميتروفيك لاترال سكليروسيس، باركنسونيزم، الفيشن. كلمه فيشن الميتوكوندريا عندها القدره على الانقسام، فيوجن يعني الاندماج.
يحصل خلل في القصه ديت، هتلاقي سندرومز كتيره زي الشاركوت ماري توث سندروم. والميتوفاجي بقى، يبقى لو حصل الميتوفاجي اللي احنا بسببه هي الباركنسونيز اكسلانكد ديزيزز كوشنج ديزيز اكسترا. يبقى اذا الميتوفاجي كمان لو حصل له ديس ريجوليشن ممكن يبقى محاط بديزيزز. احد الاشياء اللي بترن او تستيميوليت الديسفانكشن اوف ميتوفاجي هو المايوكس. المايوكس ده المايون ستيل اوكسجينيز، وده انزيم بيبقى ستيموليتد مع الهاي جلوكوز. في الدايابيتس هيبقى له دور لما يحصل له ستيموليشن، يعمل انهبيشن للميتوفاجي سيستم، فتبقى القصه الميتوفاجي قل ويبقى الابوبتوزس يزيد ويحصل الباثولوجي المعتاد. هل هناك من دليل؟ ده احد الاستاذ اللي اتنشرت وعنوانها disruption of renal tubular mitochondrial quality control by monostolic oxygenation diabetic kidney disease. تعالوا نبص هنا بالconfocal microscopy، هتلاقوا الفيلمنتس ستراكشر اوف ميتوكوندريا منظرها رائع تماما. ده لو الخليه تعرضت الى تركيز جلوكوز within normal range. لكن لو تعرضت الخليه اللي، وطبعا هنا لما تكون الميتوكوندريا في الوضع المظبوط هيبقى هنا هو الاوتوفاجي سيستم برضه مظبوط، يبقى الالي3 زي ما قلنا هيبان في هنا اللون ده، ده الالي3. يبقى اذا معناها الاوتوفاجي از انتكت اند ريجوليشن ميتوكوندريا از بيرفكت. لكن لما السيل تعرضت لجلوكوز عالي جدا تحولت الميتوكوندريا من الفيلمنت ستراكشر الى حاجات راوندد، فبقى مفيش اوتوفاجي او بقى في اقل حالاته. فهنا حضراتكم شايفين الالي 3 اكسبريشن هنا وهنا. يبقى اذا الهاي جلوكوز لما الخليه تتعرض لهاي جلوكوز بالامين بلوت هتشوف الاستراكشرز المختلفه بتاع الاوتوفاجي هتبقى ديسربتد. لما اقارن هنا النورمال جلوكوز فيرسس 30 ملي مول، ودي كل كلام البار سيستم ده بيعكس هذا الكلام. زي ما قلنا قبل كده ان الالي 3 ده ماركر اوف اوتوفاجي. التانل الاختصار ده بيبقى اكسبريسد مع الجلوكوز العالي، معناها هنا اوكسيديف ستريس وهنا ابوبتوسيس. لما نيجي نشوف الرسمه هنا الحاجات اللي هي غامقه دي، الدوائر الغامقه بتعكس الهاي جلوكوز ومعاها مصحوبه بريدكشن الاوتوفاجي. يبقى اذا مع الهاي جلوكوز السيستم الريجوليتوري سيستم اوف ذا ميتوكوندريا بيحصل له ديفكت، والديفكت ده توارد ريدكشن للاوتوفاجي وزياده للابوبتوسيس، وده بيبقى عن طريق المايوكس باثوي اللي هو ذيس انزيم. وساعات طبعا المقاله ديت فيها كلام كتير جدا على كنترول اوف ذيس انزيم، وكنترول اوف ذيس انزيم بانهبيشن بيعمل ريجيننج للاوتوفاجي، فانا بنصح بقراءتها. طيب الاوتوفاجي لما يحصل له ديسفانكشن هل هي قصه الدايبيتس وخلاص؟ لا، زي ما قلنا السيستمز كلها بتاعت الجسم فيها مشكله. انا في النورمال سيتويشن مع البيزل الاوتوفاجي، الاوتوفاجي كوردينيت سيلولر هوميوستاسيس ان بودوسايت اند بروكسيمال تيبيولز، كليرانس اوف اجريجيتس اند دامجد ميتوكوندريا، بريزيرفنج كيدني فانكشن and slowing aging. يبقى اذا very beneficial. طيب لما يحصل خلل خلل في الاوتوفاجي، يبقى بما ان الاوتوفاجي كاونتر اكت الديزيز المختلفه للاستراكشرز المختلفه بوتوسايتس تيبيولز وخلافه، يبقى ممكن الاقي اكوت كيدن انجري، الاقي يوريت نيفروباثي، الاقي جلومال ديزيزز، الاقي كرونيك ساكروسبون نيفروباثي. يبقى ده احد الباثوجينيتيك ميكانيزمز لهذه الديزيزز الاوتوفاجيك ديسفانكشن. يبقى ده كيبل وان اوف ذا نيو بلايرز اللي احنا ممكن نبقى لهم تارجتس بعد كده. الدليل مثلا المقاله ديت، طبعا انا ما بجيبش التفاصيل لكن جاست ستيمولاتنج ايدياز بحيث نقرا الكلام. فالمقاله دي من البيزك ريسيرش منشوره السنه دي برضه. ديفيشنت اوتوفاجي، يبقى الاوتوفاجي ديفيشنت ريزلت في ايه؟ ميتوكوندريال ديسفانكشن اند فوكال اند سيجمنتال سكلروسيس. يبقى في علاقه ما بين الديفيشنسي اوف اوتوفاجي وحدوث الاف جي اس. البودوسايتوباثي ان دايابيتيك نيفروباثي، لو هنا بصينا هنلاقي امبيرد بودوسايت اوتوفاجي
exacerbate proteinuria and diabetic nephropathy. هنا الاوتوفيجن سيستم از بيرفكت، everything is nice. هنا defective، فيبقى عندي بودوسايت dysfunction. ما يبقى عندي فيلير او insufficiency of autophagy، هيبقى عندي الباثولوجي كلاسيك اوف بودوسايتوباسي الاسوسييتد مع الدايبيتيك نيفروباثي، ومن ثم الباثولوجي وماسيف بروتينوريا. وعلشان كده ان سيريال سيل اند بودوسايت اوتوفاجي سينرجيستيكالي بروتكت فروم دايبيتيك انديوس جلوميرولوسكليروسيس. يبقى السيستم ده هام جدا، وانه يبقى النورمال سيتويشن ده هام جدا عشان الانتجريتي اوف بودوسايتس. طب هل يا ترى له كورليشنز مع اذر نيفرولوجي اور كلينيكال نيفرولوجي ديزيزز؟ عايزين نشوف هنا الفاسكولايتس، انكل اسوسييتد فاسكولايتس اكسربيتد بديفيشنسيز اوف اوتوفاجي. يبقى نيتروفيل اكسترا سويت تراب فورميشنز اسوسييتد ويز اوتوفاجي ريليتد سيجنالينج ان انكل اسوسييتد فاسكولايتس. طيب لو في ديس فانكشن تاني في الاوتوفاجي سيستم هلاقي اوتو امين ديزيزز زي اللوبس. هنا عن طريق الخلل في الانيت اميونيتي والادابتف اميونيتي يعني تنتهي القصه بتي سيل اكتيفيشن بي سيل هايبر فانكشن هايبر ديفرنشيشن، وبالتالي يبقى اوتو انتي بودي برودكشن ويبقى اس ال اي. نفس الكلام كرونز ديزيز احد الاسباب ان الانفلاميشن بيزيد عن طريق انه بيحصل انهبيشن او ريدوسد اوتوفاجي فالانفلاميشن يزيد. المالتيبل سكليروسيس نفس الكلام بروس الاوتو رياكتيف سيل هتزيد وبالتالي يحصل سي ان اس انفلاميشن ويحصل ديزيز. الروماتويد ارثرايتس نفس الكلام ديفكت اوتوفاجي ريديوسد فبالتالي انكريس سسبتابيلتي تو تي سيل ابوبتوسيس تي سيل ليمفوبينيا. وهنلاقي نفس الكلام ده بيشرح المولكيولر تشينجز اللي بتحصل في المليو اوف روماتويد ارثرايتس. يبقى ده مشكله ثانيه. الاوتوفاجي كسيستم بيحافظ على الانتجريتي اند انتي ايجينج ولو انتي كانسر افكت، لكن لو حصل له ديس فانكشن ممكن تقلب القصه بانكوجينيسيس. فهنا على سبيل المثال يعني هو الاوتوفاجي سيستم في النورمال ستيت اللي هي بيقفل الخط ما بيبقى كده معناها انهبيتوري انفلاميشن، فبالتالي يبقى الانفلاماسون ده ستيمولاتينج نورمال سيل بروتكشن. هنا انهبيتور للنيكروسيس بالتالي الانفلاميشن نيكروس قليلين يبقى بيعمل انهبيشن للتومور انيشيشن. لكن لو حصل له اكساجيريشن يبقى هيزود الانجيوجينيسيس وبالتالي هيزود التيومر سيرفايفل والانفلاماتوري سيلز انفلاميشن يبقى هنا في سكه التيومر جروث. يبقى اذا ممكن الاقي معاه في الاستيموليتد اوتوفاجي ممكن الاقي تيومر. احد الامثله في الانتستين والشكل ده شكل يعني معبر تماما ان اكسبلورين ذا انتي كانسر افكتس اوف اوتوفاجي انهبيشن. وخلاصه الكلام بتاعت المقاله دي these results indicate that the inhibition of autophagy in the intestinal epithelium may suppress the development and the progression of tumors. يبقى لابد نكون منتبهين لهذا الكلام. يبقى ده مقدمه انواع الاوتوفاجي قلنا ثلاثه ماكرو مايكرو وشابرو ميديتد. وبعدين قلنا الميتوكوندريا ممكن تبقى كنترولد، قلنا الاوتوفاجي ان نورمال سيتويشن ده انتي ايجنج وبحافظ على الكلاريتي والدنيا تبقى جميله. هناك تناغم ما بين الاوتوفاجي والانفلاميشن والاوتوسيس بدرجات لو حصل ديسربشن لهذا الريجوليشن سواء بالنقص او بالزياده بيبقى هناك كونسيكونسز وانا ذكرتها سابقا. تعالوا بقى نشوف علاقه الاوتوفاجي بالاميونيتي اند اميونو سينيسنس يعني ايجينج اوف اميون سيستم. طبعا ده في الهورس هتلاقوا فيه مع الايجينج ممكن يبقى داون ريجوليشنز نيوكليار فاكتور كوا بي التي ان اف الفا نو تشينج النيتروفيل نو تشينج ان نمبر وذ ايج. يبقى مع الايجينج ممكن نمبر ممكن يبقى الخلايا تبقى موجوده لكن ما بتعملش الفانكشن اللي هي النيت اميونيتي بتاعتها، ولكن ممكن تعمل لي كمان انفلاميشن. مش كل الاماكن بتبقى زي بعضها، يعني الخلايا في البريفرال بلاد غير الاير سبيس. فالالفلر ماكروفاج نو تشينج نيتروفيل نو تشينج
توتال لمفوسايت سينوتشين، سي دي 40 سيلز بتقل، سي دي 80 سيل بتقل، سي دي 4 سي دي 8 ريشيو بتقل، البي سيل بتقل. يبقى ده محصله الكلام في البريفر بلاد ان هيومن. طب الاير سبيس اوف لانج ان هيومن، الالفا ماكروفاج هتقل، النيتروفيل هتزيد، التوتال لمفوسايت هتزيد، سي دي 4 سي دي 8 ريشيو هتزيد. يبقى رغم ان ده بريفر بلاد وماشي في التشينجز ديت، وده الاير سبيس ماشي بشكل تاني، يبقى كل خليه بتتداعى بشكل معين مع الايجنج. هنيجي نشوف المقاله المتميزه ديت بتوصف اوتوفاجي كنترولز اكويزيشن اوف ايجنج فيتشرز الماكروفاج. يعني لما جم يشوفوا الماكروفاج مع الايجنج له لها مواصفات، يبقى ريليتيف انكريز نمبر في ماكروفاج مونوسايز، انكريز ميتوكوندريا اند in decreased phagocytosis, decreased nitric oxide, reduced surface marker expression, reduced antigen presentation, increased inflammatory cytokine production and metabolism alterations. ده بيحصل مع الايجنج. يبقى الايجنج يبقى بتزيد القدره على الانفلاميشن وتقل القدره على الاميونيتي. يبقى ده في الايجنج. لما عملوا نوك اوت للاوتوفاجي جين، اللي هو الاوتوفاجي جين ده ماكروفاج نوك اوت، يبقى اشتغلوا على السيل لاين وعملوا شالوا الجين، فبالتالي الاوتوفاجي بقى ديفكتيف. لقوا كل التشنجز اللي حصلت مع الايجنج المتعرف عليها حصلت مع النوك اوت اند ريدوسد اوتوفاجي. يبقى اذا الديفكتيف اوتوفاجي بيعمل نفس التشنجز اللي بتحصل من الايجنج، معناها ان الاوتوفاجي ده انتي ايجنج. لوس اوف اوتوفاجي ان ماكروفاج ريزلت ان سيميلر فينوتيبك تشنجز تو the those previous described in aged macrophage. واحنا قلنا قبل كده ال 3 مميز لايه؟ مميز للاوتوفاجي. هتلاقوا هنا مع الاولد ال 3 ال، فيبقى ده ماركر للقصه دي. درسوا كل الماركرز اوف ماكروفاج، التيبل ده بوري سامري اوف سيرفيس ماركر اكسبريشن اوتوفاجي ديفيشنت ماكروفاج ريليتيف تو وايلد تايب. حضرتك الماركرز موجوده من الكلاستر والديفرنشيشن المختلفه، وهنا التغير سواء بالنقص او نو تشينج. لكن اللي انا عاوز اركز عليه قدرتها، ده هنا التو لايك ريسبتور 4 من فلورس انتنسيتي. انا عندي الباهت ده النوك اوت ماكروفاج ريجاردنج الاوتوفاجي جين، والمقفول البلاك ده الوايلد تايب ماكروفاج. هنلاقي ان ستيموليتد ماكروفاج لو هي الاوتوفاجي ضايع، لان انا عملنا نوك اوت قليل هنا، لو استيموليت برضو قليل سواء باللايبولوسكرايز او الانترفيرون جاما. الميجر هيستا كومباتيبلتي كومبلكس 2 من فلورس انتنسي هتلاقى برضو قل مع ايه؟ مع ديفيشنسي اوف اوتوفاجي بالنوك اوت. والفانكشن اوف ماكروفاج سواء الماكروفاج بيد او النيترايت بيرست، هنا هنلاقي الاسود اللي هو الوايلد والتاني هو الديفيشنت. هتلاقوا الديفيشنت الاوتوفاجي هتلاقوا قليل سواء ان ستيموليتد او ستيموليتد للماكروفاج بيد، ونفس الكلام قليل للنيترايت. يبقى اذا الفانكشن اوف ماكروفاج كاميون سيلز كاميونيتي قلت. طيب تعالوا هنا نشوف ايه اللي حصل. لا ده هنا اللي هو مش اسود، هو فوق زايد في ايه؟ في الانترلوكين بي concentration. يبقى سواء unstimulated او stimulated، يبقى الاوتوفاجيك ديفيشنت سيلز اند نوكد اوت سيلز الانترلوكين بي زاد، وهنا طبعا واضح ان هو هنا زاد. يبقى خلاصه الكلام الماكروفاج قلت الفانكشن بتاعتها كايمين سيل، وزادت الفانكشن وزاد الانفلاماتوري برودكت بتاعها. يبقى ده خلل اللي هو يعتبر ايجنج ماكروفاج. طيب التي سيل الاوتوفاجي هيعمل ستيميليشن للميجر هيستوكومباتيبلتي كومبلكس 2، فيزود الانتيجين بريزنت على الانتيجين بريزنتنج سيل اللي هي فالانتيجين يتعرف عليه التي سيل ريسبتور، فيحصل تي سيل اكتيفيشن والمينتين اندوبلازما ريتيكولوم اند ميتوكوندريال هوموستاسيس، يبقى تي سيل سرفايفل اند بروليفريشن. انا عندي هنا اللي انا عاوز اقوله ان لو حصل بلوك الاوتوفاجي هيزيد يبقى يا اما تي سيل سرفايفل يا اما تي سيل ديث. يبقى اكوردنج للمايكرو انفايرمنت الاوتوفاجي هنا هيبقى له دور في ريجوليشن، لان ساعات بقى الاكتيفيشن اندوس ديث ده احد الحاجات، والا الخلايا تفضل اكتيفيتد فور ايفر، فده برضه بيبقى دور موجود للاوتوفاجي. يبقى الاستيميوليشن ممكن يؤدي الى
سيلز. وبرضه ممكن الاوتوفاجي يحافظ على الخلايا، فيحصل بروليفريشن، ف which is which the according to the micro environment. لو جينا نبص على النيتروفيل والتي سيل برضه هتلاقي ممكن تزيد قصة الايه الاوكسيديف ستريس و بروليفريشن سيتوكاين سويتش سينيسنس اكزوشن، فيديني حاجة اسمها انفلام ايجنج. انفلام ايجنج معناها زيادة الانفلاميشن زي ما شرحنا قبل كده. طب البي سيل انوفل اوتوفاجي ابريجوليتد جين از انفولفد ان مارجنال زون بي لينفوسايت ديفلوبمنت اند سرفايفل، اللي هو اختصاره تي ار اي اف 3 اي بي 3. طبعا اختصارات ايه، هنرجع للمقاله ونقراها. طب ات ا جلانس انا عاوز اعرف ايه اللي بيحصل في هذه الخلايا. انا عندي النت اميونيتي وعندي ادابتف اميونيتي. الادابتف اميونيتي اللي بيعملها الليمفوسايتس. طيب النت اميونيتي ممكن يعملها نيتروفيلز، يبقى النيتروفيل بيحصل لها ايه؟ ان ذا ايجد ات از بريزرفد في ايه؟ في النمبر ان هيلث الدرلي الادهيرنس التولك ريسبتور اكسبريشن، يبقى ده اللي ما زال بريزرف. طب ايه اللي هيقل مع الايجنج؟ هيبقى الكيموتاكسس، الفاجوسايتوزيس، السوبر اوكسايد برودكشن، مولكيولز ريكروتمنت انتو ذا ليبيد درافت، سيجنال ترانسدكشن، ابوبتوس. يبقى اذا في حاجات مع الايجنج هتبقى بريزرف وحاجات بتبقى لوست او تبقى ريديوسد. طيب الدندريتك سيل ان ذا ايجد هيبقى ال decreased interferon 1 and 2 production, decreased antigen presentation, decreased toll-like receptor mediated signaling, decreased antigen presentation, and decreased chemotaxis and endocytosis. الماكروفاج ان ذا ايجد بريزرف النمبر، لكن الحاجات دي كلها reduced، الكيموتاكسس، الفاجوسايتوسيس، السوبر اوكسايد برودكشن، سيجنال ترانسدكشن، اوبتوزس، toll-like receptor expression and function والام اتش سي كلاس 2 اكسبريشن والسيتوكاين برودكشن، كل الكلام ده بيبقى ريديوسد، بيزيد البي جي اي 2 برودكشن. علشان الخص هذا الكلام ده، الحاجات اللي بتحصل من الاوتوفاجي، تاثير الاوتوفاجي على الاميون او الاميون فانكشن اوف الاوتوفاجي ايه هي بقى؟ الانيتو اميونيتي هيحصل ريجوليشن اوف انفلاماتوري سيتوكاين برودكشن، ريجوليشن اوف تايب 1 انترفيرون برودكشن، regulation of inflammatory transcription response, apoptotic process clearance, pathogen degradation, phagosome maturation. يبقى كل الكلام ده كلام مهم جدا الاوتوفاجي بيعمله لي وبيحافظ له عليه. غيابه يعمل لي dysfunction فيه، وبالتالي يعمل لي كانه aging، كانه senescence. الادابتيف immunity بيساعد الاوتوفاجي على الصايميك سيلكشن، الانجين presentation، الابتوتيك بودز كليرنس، الليمفوسايت هيموستاسيس. يبقى اذا الاوتوفاجي هام على الايمين سيستم، وزي ما احنا هنا بنحط الانيت اميونيتي في الجانب الشمال وهنا الادابتف اميونيتي بنقرا هذا الكلام. انا اللي انا عاوزه بالانسد ريسبونس. لما يحصل بالانسد ريسبونس يبقى في بروتكشن للايمين سيستم. لما يكون عندي امبالانسد ريسبونس يحصل ديزيز، يحصل ديسفانكشن في الاميونيتي. طيب هيبقى في سؤال هام هنا، ولان البيبر دي كان بالنسبه لي فيري انترستنج، انه الاوتوفاجي اند انتي سينسنس كابابيلتيز، رغم ان هنا بيشوف البومار وستيم سيل، بيختلف من مكان لاخر. لو كنت باخد كرانيال ولا باخد تيبيال، يعني باخد مندب من المندبل اللي هو الام بومارو درايف ستيم سيل والتي تيبيال بومارو درايف ستيم سيلز، هل يا ترى بينهم فارق في الاوتوفاجي اند انتي سينسنس؟ السلايد دي بتوري هذا الكلام، ان الام دي معناها ماندبل والتي معناها تيبيال. وقلنا هنا ال 3 ال 3 ده بعد 4 ساعات ايه اللي حصل هنا؟ طبعا ال 3 اعلى في الماندبل وبعد 6 ساعات اعلى في الماندبل. يبقى اذا الماندبل اعلى في ال 3 يعني معناها ازيد في الاوتوفاجي وفي الاميون بلوت. اعتقد الكلام واضح تماما. يبقى اذا هناك فارق ما بين المانديبل وبين التيبيا. السيلز اللي جايه من المانديبل بيبقى عندها قدره اكتر على الحفاظ على الاوتوفاجي. طب الام تور سيستم الماملين تارجت فرامايسين، هل الاكتيفيشن بتاعه ضار ولا الانهبيشن بتاعه مفيد؟ يبقى الام تور اكتيفيشن از بايو ماركر اند سنترال باثواي تو اوتومين ديس اوردرز كانسر اوبيسيتي اند ايجينج. ليه ما الام تور سيستم يبقى اكتيفيتد في الخليه؟ اللي يحصل الكلام ده كله
جزء منها طبعا ده الموليكولار ستراكشر. انا عندي ماميليان تارجت فراميسن سي 1 وعندي سي 2 وعلاقتهم بقى بالقصه دي. الاوتوفاجي ده شيء مهم جدا. يبقى اذا بيعملوا يبقى الاكتيفيشن اوف اميتور بيعمل سيكونسز في الخلايا جزء منها انهبيشن اوف اوتوفاجي. الانهبيشن اوف اوتوفاجي ممكن يبقى مردوده اوتو اميونيتي انفلاميشن كانسر اوبيسيتي اند ايجينج. يبقى انا لما باجي اعمل بلوكيد للاميتور ممكن ابقى بعمله بيرسونلايزد علشان اعمل انهبيشن للاوتو اميونيتي انفلاميشن كانسر اوبيسيتي اند ايجينج. ده شيء مهم. ازاي اعمل فارماكولوجيكال بلوكيد اوف اميتور باثوي اكتيفيشن؟ يبقى انا لما بعمل انهبيشن للاميتور انا بحافظ على الاوتوفاجي. يبقى ممكن اقدر اعمله بالريبامايسين. المولكيولار تارجت بتاعه اف كي بايند بروتين 12 والميكانيزم اوف اكشن الوستيريك وبالباثوي اللي بقى بلوكد هو ده الاميتور سي 1. الافرولوماس نفس الكلام. التيم سيرولوماس نفس الكلام في المولكيولار تارجت في الميكانيزم اوف اكشن وفي الباثوي بلوكد. هتلاقوا حاجات تانية. تورين 1 ده اميتور كاينيز دومين ده بيشتغل على اي تي بي كومبيتيتيف وبيشتغل على السي 1 والسي 2 وهكذا. هتلاقوا الميتفورمين مثلا ده بيشتغل على الاي تي سي كومبلكس 1 انتي اوكسيدنت وبيشتغل على الاميتور سي 1. يبقى اذا هناك من الادويه كثيره بتشتغل بميكانيزم او باخر عشان تعمل لي انهبيشن اند بلوكيد اوف ذا باثواي اوف اميتور. وما تعمل بلوكيد للاميتور هتبريزيرف الاوتوفاجي. يبقى انا عندي الادويه اللي موجوده رابامايسين ايفرولوماس تيمي سيرولوماس تورين 1 اي زد دي 8055 انك 128 بي جي تي 226 بال ان اي سي ميتفورمين. يبقى ادويه كثيره بتشتغل بميكانيزم او اخر. هنا استفادوا من هذه القصه. انا عاوز اشتغل التيمي سيرولوماس ككيموثيرابي للرينال سيكرسنوم فبيعمل له كومباينيشن مع الهيدروكسي كلوروكين. الهيدروكسي كلوروكين ده بيعمل انهبيشن للاوتوفاجي وبالتالي بيمكن التيمي سيرولوماس من الشغل ودي طبعا فيس 1. يبقى اذا هناك مانيبيوليشن برضه للقصه دي. احنا عندنا في المنصوره الدكتور محمد سلامه ده طبعا هو مدرس وعلى وشه استاذ مساعد في توكسيكولوجي. دكتور محمد سلامه يعتبر بايونير في النيورو توكسيكولوجي وعامل شغل جميل جدا مع الالمان ومع جامعه ديوك مع الاستاذ البروفيسور ابو دنيا. والدكتور محمد سلامه من الناس الواعدين في كليه الطب المنصوره. دكتور سلامه اشتغل على اوقات جرانت طبعا هو افلييتد لكليه الطب المنصوره ومركز البحوث وخد جرانت على السيل لاين هيعمل نوك اوت للماميليان تارجت فراميسين بحيث يشتغل على النيورولوجيكال سيستم لان هو عامل ابحاث كثيره في الباركنسونيزم. فهنا جزء منها هنا جزء من الابحاث بتاعته هي موجه لحال السيستم اللي هو الاوتوفاجي بس في النيورولوجيكال عشان يشوف هل هو لو قفل الاميتور سيستم ده يبقى له علاقه على تو باث اللي هو في الباثولوجي بتاع النيورولوجيكال سيستم. فطبعا اتمنى له التوفيق في هذا البروتوكول. مع الترانسبلانتيشن يا ترى الاوتوفاجي داخل معانا ولا ملوش مكان؟ لا له مكان ولو مكان في التي سيل اكتيفيشن وفي التولرانس والبالانس. يبقى البالانس ما بينهم ممكن يمشيني في ايه ممكن يبقى زي ما حضراتكم شايفين كده في عندي خط فاصل ما بين التولرانس اندكشن وبين الجرافت ريجكشن. فالقصه قصه كبيره جدا. فزي ما هنا واضح ان هناك ريليشن شيب ما بين الاوتوفاجي وبين الابوبتوسس والنكروسس والديفرنت سيجنالز. فالاوتوفاجي من الحاجات الهامه جدا بدليل inhibition of autophagy increase apoptosis during rewarming after cold storage in renal tubular epithelial cells. والحاجه الثانيه الشابتر ده عنوانه autophagy guards against immunosuppression and renal ischemia reperfusion injury in renal transplantation. وهنا بورينا بالرسمه السكتش ده الاوتوفاجي انتكت الخليه سرفايفنج الاوتوفاجي مش افيشنت الخليه بتموت. وهنا الفيصل بقى انا عندي اذا قل فهو ديترمنتال اذا زاد او ديترمنتال يبقى انا عندي حد فاصل ما بين الحاجه البروتكتيف والحاجه اللي مش بروتكتيف. وعشان كده السؤال بيتقال اوتوفاجي ان رينال اسكيميا ريفيوجن انجري از ات فريند اور فو حبيب ولا عدو.
اذا كان بالقدر اللي انا عاوزه يبقى بروتكتيف، اذا زاد بقى ديترمنتال، والديترمنتال اما بيزيد بيعمل اللي هو سيلف ايتنج زي ما قلنا الاوتوفاجي، يبقى بتحول لترم اسمه اوتوزيس. اوتوزيس بيعمل لي خلل شديد جدا في الوظائف. هنا دي احد الدراسات اللي هو المايكرو ان اي 21 انهبيتس اوتوفاجي باي تارجتنج راب 11 اي ان رينال اسكيميا ريفيوجن انجري، فده في شغل موجود في ال. وبرضه هنا ليت 7 بي سبريس اوبتوزيس اند اوتوفاجي اوف هيومن ميزينكيومال ستيم سيل ترانسبلانت اسكيميك ريفيوجن انجرد هارت 7 بي تارجت كسبيسيس 3. يبقى هناك شغل على هذا الموضوع. يا ترى الايمون سبريسيف دراجز اللي بتدل العينين بتاثر على الاوتوفاجي سيستم. احنا قلنا الريبامايسين هيقفل الاميتور سيستم فبالتالي ستيموليت الاوتوفاجي. التاكرولوماس لو ستيموليتنج ان فيفو ان ماوس برين. الماكفيلين مفتل ستيموليت اوف تشابرون ميدييتد اوتوفاجي ان فيترو ان هيباتوسايتس. الديكساميثازون ستيموليشن ان فيترو ان ثيموما ليمفوسايتس ستيموليشن اوتوفاجي ديبندنت سيل ديث ان فيترو ليمفود ليوكيميا سيل. ستيموليشن ان فيفو ان ريت ستيموليشن ان فيترو ان برايمري اوستيوسايتس ستيموليشن ان فيترو ان كوندروسايتس. يبقى اذا يبقى هناك علاقه ما بين الايمون سبريسيف درامز والاوتوفاجي سيستم. المسار بردنزولون ستيموليشن ان فيفو ان ماوس اوستيوسايتس. الاثيسبرين ستيموليشن ان فيفو ان فيترو ان هيباتوبلاستوما. سايكلوسبورين اي ستيموليتنج ستيموليشن ان فيفو ان رات اسنر سيلز. يبقى اذا هناك علاقه ما بين الايمون سبريسيف دراجز وبين اللعب مع الاوتوفاجي سيستم. تعال نشوف هنا رابامايسين قلنا بيقفل الام تو بلوك الام تور اللي هو كان عامل انهبيشن الاوتوفاجي فبالتالي الاوتوفاجي يزيد. الرابامايسين اب ريجوليت الاوتوفاجي لانه هيقفل الام تور سيستم، لكن هنا اذا كان له فايده في مكان لكن هنا في الايلتس بقى له ضرر لانه امبير الايلت فانكشن بوس ان فيترو ان ان فيفو. يعني خلي بالنا من هذا الكلام. طب الاي في اي جي دي انترستنج كيسز 6 كيسز ده اميون كومبرمايز بالعيين دولت كانوا عاملين بومارو ترانسبلانتيشن وده اجنست مالت دراج ريزيستنس بكتيريا. ايه اللي بيحصل؟ اي في اي جي ممكن يقاوم الانفكشن كتريتمنت، والكلام ده احنا بنلجا اليه لما العيان يبقى عنده انفكشن وعاوز نديله انتريجكشن ممكن يديله اي في اي جي لانه بيشتغل كاميون موديليتور. احد الميكانيزم اللي الاستاذ دي بتوضحها انه بيزود ال 3 بيزود الفاجوسايتوز سوري الاوتوفاجيك سيجنالز، فبالتالي دي احد الميكانيزم في وجود البكتيريا زي الايكولاي هتلاقوا الاوتوفاجي سيستم از بوتنشيتد. طيب ده ترانس ميمبرين باكس انهبيتور موتيف انهانس اوتوفاجي اند ريدوس رينال ديسفانكشن سايكلوسبورين اي انديوس نيفروتوكسيس موديل. يبقى ممكن يبقى الاوتوفاجي سيستم احد الحاجات اللي هيبقى لها تارجت من الادويه. الاستادي دي فيري انترستنج لانها بتشوف التوكسيستي اوف سايكلوفوسفاميد على الجيرم سيلز. طبعا احنا عارفين ده من الحاجات اللي يعتبر ثورن ان ذا سايد اوف سايكلوفوسفاميد، فهنا ده الكنترول ده السايكلوفوسفاميد وهنا بقيس ال 3 يبقى السايكلوفوسفاميد. هنا لما تعاطى مع ال كارنيتين ايه اللي حصل؟ ال 3 زاد. فيبقى اذا ال كارنيتين لما بيتضاف مع السايكلوفوسفاميد significantly بيزود الاوتوفاجي وبيحافظ على الخلايا وبيحافظ على السرفايفل. يبقى ده ممكن يبقى حاجه من الحاجات الهامه جدا. يا ترى في ايه ريجوليشن؟ ريجوليشن في حاجات ريجوليشنز اكتشفت حديثا وحاجات قديمه. دي احد الحاجات اللي ممكن تعمل انتربلاي ان نستخدم نانو تكنولوجي ان نعمل نانو سايزد ماتيريالز. النانو سايزد ماتيريال هتخش وتزود الاوتوفاجي انهانس وبلوك. يبقى اذا يبقى ممكن يبقى فيه كنترول. ده الاسماء الكومباوندز وده الايفكت على الاوتوفاجي ان كل شويه منهم انهبيتورز وشويه انديوسرز وده الميكانيزم اوف اكشن اند تارجت. يعني لو قدنا على سبيل المثال هيدروكسيكلوروكين ده بينهبت الاوتوفاجي يبقى ده بيشتغل على السوما لانه بيشتغل على السوما الاسيدفيكيشن. لو خدنا حاجه زي الفيتامين دي ده انديوسر الاوتوفاجي عن طريق الاميتور انهبيشن. البرتوزوميب ده انديوسر برضه الاميتور. ده الكاربميزيبين والفالبرويت وهيجي الفالبرويت له صوره بعد كده ده انديوسر عن طريق النستور ليفلز. لكن تم اكتشاف ترانسكريبشنال ريجوليشن اوف اوتوفاجي ان نورمال اند باثولوجيكال سيلز. ده احد الحاجات اللي هو الاف اكس ار فاكتور
الاف اكس فاكتور ده اكتشف في 2014، وانه له بيعمل داون ريجوليشن للاوتوفاجي سيستم، لكن في بعض الاحيان يعني هنا في الفيد ستيت وده البايل اسيدز، فالقصه بيستيموليت الاف اكس ريسبتور فبيمشي بالباثوي بالشكل بينهبت القصه ديت ويبقى داون ريجوليتنج الاوتوفاجي، لكن ممكن في سيتويشن اخرى الفاكتور اكس يعمل استيموليشن. الجدول ده بيوري 12 ترانسكريبشنال فاكتور، وكل واحد هنا تاثيره على الاوتوفاجي اي عند الاف اكس ار اللي قلناه من شويه، داون ريجوليشن والتارجت جينز اللي بيشتغل عليها ديت، والكونديشن فيدنج اوف فارماكولوجيكال ده اكتيفيشن. هنلاقي البيبار الفا بتعمل اب ريجوليشن، وهكذا حضراتكم تقروا كل الفاكتورز ديت وهتلاقوا قصادها الافكت على الاوتوفاجي، تارجت جين والكونديشن. ما ننساش قصه كل يوم في جديد، يعني المقاله ديت منشوره 5 اكتوبر الاسبوع ده، بتكلم على البرو ابوبتوتيك اس تي كي 38 كاينيز اذا نيو بي كلين وان بارتنر بوزيتيفلي ريجوليتنج اوتوفاجي. هنا الفالبرويت هيعمل انهبيشن للباثوي دهوت، فبالتالي يعمل انديوسنج لان الاوتوفاجي هنا انهبيتد، فهو هيقفل الباثوي دهوت، فبالتالي بريزيرف الكيدني في حالات الدايابيتس. اللي انا عاوز اقوله، اللي انا قلته النهارده ده كلمه موجزه، الموضوع كبير جدا وفي كلام كتير وتفاصيل كثيرة جدا، لكنه بيفتح مجال جديد يستحق ريسيرش ويستحق ان احنا نفكر فيه. وزي ما قلت لكم لحضراتكم، لما قلت لحضراتكم عندنا في المنصورة شغل معمول اهو بيتعمل وجرانت مكسو تم الحصول عليه علشان شغل في الام تور سيستم بلوكيد وعلاقته بالتوباثيس في البرين، فده شيء جميل. نتمنى التوفيق، نتمنى للمجال الترانسبلانتيشن والاورجان ترانسبلانت سوسايتي المزيد من الازدهار. ما ننساش success belongs only to those who are willing to work harder than anyone else. احنا في مصر كان عندنا في وقت من الاوقات هسره، ده اقدم طبيب عرفته البشريه سنه 3000 قبل الميلاد، وده على الطابع البريد دهوت موجود احتفال بالسكر. وبشكركم على حسن الاستماع، وابقى سعيد لو حضراتكم لكم اي اسئله تبعتوها لي على الايميل. شكرا جزيلا.